شيطان وحوش وهلاوس مطاردة بين كل الولايات، عمر صغير قصاد عمر كبير، هيفوز فيهم اللي الشيطان واقف في صفه. عقل صغير حير أذكى وأقوى العقول بعد ما عمل لهم لغز دوخهم علشان يحلوه. وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. مساء الخير وأهلا بيكم في ستوري جديدة بتدور أحداث قصتنا سنة 1991 في منطقة ساكرامنتو، ويارب أكون بنطقها صح، في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. بطل قصتنا هو فيليب إنهوفر، 58 سنة. فيليب رقيب في القوات الجوية في الجيش لكنه متقاعد، وبدأ يشتغل شغلانة تانية بعد التقاعد علشان يصرف على نفسه لأنه عايش لوحده، رغم أنه عنده ابن وحفيد، لكن ابنه ساكن في منطقة تانية بعيد عنه. ففيليب يعني من الآخر كده شايل مسؤولية نفسه، كل اللي يعرفوه كانوا بيحبوه وقالوا عنه أنه شخص كويس وطيب وأب كويس كمان، رغم أنه هو طول عمره بعيد عن ابنه بحكم الظروف بتاعت شغله، ولكن كان بيحاول يوفق يعني ويعمل اللي عليه. وبعد التقاعد كان بيحاول يقضي وقت أكبر مع ابنه وحفيده علشان يعوض ابنه عن السنين اللي فاتت، لكن واضح كده أنه مش هيطول معاهم. مساء يوم 7 مارس 1991، هنري ابن فيليب راح له البيت علشان يطمن عليه بعد ما جات له مكالمة من الشغل بتاع أبوه فيليب، بيسألوه فيها لو فيليب بخير ولا لأ، لأنه ما جاش الشغل النهاردة وما اتصلش يستأذن ويقول إنه هو هياخد أجازة. فراح هنري لبيت أبوه فيليب علشان يطمن عليه ويشوف لو في حاجة ولا لأ. ولما قرب من البيت لاحظ إن البيت ضلمة، ومش من عادة أبوه أصلاً إن هو يسيب البيت مضلم. دخل البيت وبدأ يمشي كده ويدور على أبوه وينادي، لاحظ كده خزانة أو صندوق على الأرض في جنب كده، فمد إيده علشان يفتح الخزانة دي، وكانت الصدمة، لقى جثة أبوه جوه الصندوق. اتصل هنري فوراً بالشرطة، واللي ما خدوش وقت علشان يوصلوا لمسرح الجريمة. المحققين لما دخلوا البيت وبدأوا يعاينوا مسرح الجريمة، لاحظوا ان هنري في الصندوق محطوط وشه لتحت وغرقان في دمه في الصندوق ومش لابس اي هدوم، واتضح بعد كده انه مطعون 30 طعنة، ومش بسكينة واحدة، باكتر من سكينة. واحدة من السكاكين دي كان النصل بتاعها داخل في عظمة الترقوة بتاع فيليب، واضح انه اثناء الهجوم النصل اتكسر جوه عظمه. وبدل ما المجرم يكتفي بكده راح جاب سكينة تانية وكمل شغله، والله أعلم هو مجرم واحد ولا أكتر من مجرم. ومش بس كده، ده كان مضروب على دماغه بحاجة تقيلة لدرجة إن عظم دماغه كان مكسور. الطب الشرعي حدد الحاجة اللي اتضرب بيها على دماغه إنها مضرب بيسبول. خلاص كده؟ لا مش خلاص، دماغه كانت ملفوفة في كيس بلاستيك، واضح يعني إن الشخص اللي عمل فيه كده كان بيحبه جدا لدرجة إنه عمل فيه كل اللي عمله ده علشان يتأكد إنه هيموت. المحققين عرفوا من واحد من الجيران انه الساعة 12 صباحا من يوم 6 مارس سمع صوت ضجة جاية من برا، ولما خرج علشان يشوف ايه الصوت ده لقى الصوت جاي من بيت فيليب، فمهتمش وقال يمكن فيليب بيصلح حاجة بيحرك حاجة من مكانها، ودخل بيته تاني. ما كانش يعرف ان الصوت ده هو صوت الجريمة، والوقت ده كان توقيت وقوع الجريمة. معلومات الجار دي كانت مهمة جدا، لأنهم على الأقل عرفوا منها توقيت الجريمة بالظبط، وده معناه إن الجريمة حصلت قبل يومين أو يومين إلا كام ساعة من اكتشاف الجريمة. واللي واضح للشرطة من مسرح الجريمة إن الشخص اللي عمل فيه كده شخص خطير جدا ولازم يتقبض عليه بأسرع وقت علشان ما يعملش أي جريمة تانية. المحققين كمان كانوا عاوزين يعرفوا الجريمة حصلت في أنهي مكان في الشقة بالظبط، لأنه أكيد يعني ما حصلتش جوه الصندوق ده. فاستنتجوا إن الهجوم بدأ في الحمام وفيليب كان بيستحمى، لأن الحمام كان فيه كمية دم كبيرة جدا على الأرضية وعلى الجدران وعلى الستارة،
وكمان اللي بيدعم ده ان فيليب ما كانش لابس هدوم، فده معناه انه كان بيستحمى في التوقيت ده، وكمان كان في دم على سقف اوضه النوم. فافترضوا ان الهجوم لما حصل في الحمام، فيليب كان عاوز بسرعه يخرج من الحمام علشان يصد الهجوم او يبعد عن المجرم اللي بيعمل فيه كده، وطبعا ده كله كان بيحصل بسرعه كبيره جدا، لدرجه ان فيليب ما لحقش يلبس النضاره بتاعته اللي لقوها في الحمام، وهو نظره ضعيف جدا من غير النضاره. فلما تعرض فيليب للطعن في الحمام، خرج بسرعه هرب لاوضه النوم، وهنا المجرم ما سكتش وراح وراه ومسك مضرب البيسبول وبدا يضربه بيه على راسه. اما الدم اللي على سقف اوضه النوم، فالمجرم وهو بيضربه بالمضرب على راسه، لما كان بيرفع المضرب تاني كان عليه دم طبعا، فكان وهو بيرفعه كده الدم بيطير يلزق في السقف بتاع الاوضه، وطبعا كمل فيه طعن، وبعد كده حط الكيس البلاستيك حوالين راسه علشان يتاكد تماما انه مات، او يمكن مثلا حس بالذنب فغطى راسه علشان ما يشوفهوش ويأنب نفسه. وبعد ما خلص كل ده شالوا حطوا في الصندوق اللي لقوه فيه، وكان واضح كمان ان المجرم حاول ينظف مسرح الجريمه، بس لان المكان كله تقريبا فيه دم، فواضح ان المجرم بعد ما نظف شويه زهق وتعب ومشي، وللاسف ما لقوش اي حمض نووي للمجرم في المكان. واصلا الجريمه كانت حاصله في اوائل التسعينات، وكان وقتها تقنيه الحمض النووي دي لسه ضعيفه يعني. البيت ما كانش فيه اي علامات على الدخول القسري، ما حدش اقتحم البيت يعني، وده معناه ان فيليب سمح للشخص ده انه يدخل البيت بمزاجه، وده معناه كمان انه يعرفه كويس جدا ومأمنه، لدرجة انه دخل يستحمى والشخص ده في البيت. لكن ايه الدافع اللي ممكن يكون ورا جريمة بشعة بالشكل ده؟ المحققين ما خدوش وقت خالص علشان يلاقوا دافع الجريمة، لان هنري ابن فيليب قال لهم ان العربية بتاعت ابوه مش موجودة في الجراج. فيليب كان عنده عربية مرسيدس حمراء، العربية دي كانت غالية جدا وقتها، وغالبا كده المجرم هو اللي سرق العربية. لكن معقول سرقة عربية تكون السبب في الجريمة البشعة دي، وخصوصا ان مفيش اي حاجة تانية من البيت مسروقة؟ في الوقت اللي فيه فريق من المحققين بيبحثوا في تاريخ ديفيد وعلاقاته ويعرفوا اذا كان ليه اعداء ولا لا، كان في فريق تاني من المحققين مع الطب الشرعي في البيت لسه بيبحثوا عن اي دليل، لحد ما لقوا ورقة في اوضه النوم مكتوب فيها اسم شخص ورقم تليفون، واسم الشخص ده كان جيد كابيدنج. فقرروا انهم لازم يكلموا جيد دي باسرع وقت، جايز تكون عندها معلومات عن الجريمة او تساعدهم باي معلومة، او تكون اصلا متورطة في الجريمة. فسألوا اهله واصدقائه عن الاسم ده، ولكن ما كانش فيه اي حد فيهم سمع الاسم ده قبل كده. المحققين لما بحثوا في تاريخ فيليب عرفوا عنه معلومات مهمة جدا، وخصوصا معلومة جايز تكون هي السبب في اللي حصل له ده. اتضح ان فيليب كان عنده علاقات مع سيدات يعني من اللي بيشتغلوا شغلانات مش كويسة في بيت رزيلة، فجايز تكون واحدة من السيدات دول هي اللي عملت فيه كده. المحققين لما بحثوا في سجلات التليفون بتاع فيليب اشتبهوا في رقم بعينه كده، لان الرقم ده كان متصل بيه قبل كام ساعة كده من وقوع الجريمة، وكمان الرقم ده مش متسجل على التليفون. المحققين لما اتصلوا بالرقم ده رد عليهم راجل، فسألوه انت مين وليه اتصلت بفيليب وهل تعرف حد اسمه جيت كابيدنج ولا لأ. الراجل عرفهم بنفسه وقال لهم انه يعرف صاحبة الاسم ده، قال لهم ان اللي اسمها جيت دي كانت عاملة حادثة في نفس يوم الجريمة بتاعت فيليب، وهو كان معدي بالعربية بتاعته وقت الحادثة، هي ما كانتش حادثة كبيرة قوي يعني، كانت خبطة عربية كده. فجيت طلبت منه التليفون بتاعه علشان تعمل منه مكالمة، وقالت له كمان انها رايحة ساكرامنتو علشان تجيب العربية المرسيدس بتاعتها. ولما استخدمت تليفون الراجل ده اتصلت بفيليب اللي هو كمان عايش في ساكرامنتو وعنده عربية مرسيدس، العربية اللي اتسرقت بعد الجريمة. فسألوه يعني ما تعرفش اي حاجة عنها تانية؟ ما قالت لكش اي معلومة عن نفسها كده في وسط الكلام؟ فقال لهم ايوة، قالت لي انها بتشتغل كذا كذا وبتشتغل في مكان اسمه مستانج رانش، وده مقر الشغلانة بتاعتها اللي هو يعني بيت الرزيلة، المكان ده في ولاية نيفادا ومن الأماكن المشهورة قوي في الموضوع ده. المحققين كمان عرفوا ان جيت ده مش اسمها اصلا، ده اسم مستعار بتستخدمه في شغلها، واسمها الحقيقي ميشيل كاميسكي، وميشيل عندها 19 سنة بس. فقرروا يروحوا لها مقر شغلها ويسألوها هناك عن علاقتها بفيليب، ولكن لما راحوا ما لقوهاش هناك،
المحققين بدأوا يستجوبوا باقي السيدات اللي في المكان عن أي معلومة يعرفوها عن ميشيل، والحقيقة يعني إنهم كانوا على أتم الاستعداد إنهم يقولوا كل اللي يعرفوه عنها، وده علشان هي أشهر واحدة فيهم في المكان وهم بيغيروا منها. المحققين عرفوا عنها معلومات تأكد لهم إنها قادرة تعمل اللي اتعمل في فيليب ده. عرفوا إنها بعد ما أبوها وأمها انفصلوا عاشت مع أبوها هي وأخوها، ولكن حصلت مشاكل كتير مع أبوها فهربت من بيت أبوها وراحت عاشت مع أمها، وأمها كانت متجوزة فطبعا حصلت مشاكل كتير بينها وبين زوج أمها، فبرضو هربت من بيت أمها وسافرت على ولاية فلوريدا، وفي الوقت ده كان عندها 15 سنة، فعاشت في الشارع لفترة لحد ما قررت تشتغل الشغلانة دي في السن ده علشان تقدر تصرف على نفسها. ولما وصلت لسن 19 سنة اتجوزت مرتين، والجوازتين كانوا في نفس السنة تقريبا. انفصلت عن زوجها الأولاني وحاولت تسمم زوجها التاني بسم فران علشان تتخلص منه وتاخد بوليصة التأمين على حياته، لكنه كشفها وعرف انها حطاله سم في الأكل وما كلش طبعا. وبطبيعة شغلها كانت بتتنقل بين كل الولايات تقريبا، وكانت بتكسب فلوس كتير جدا بتصرفها كلها على المخدرات. المحققين كمان عرفوا من زمايلها انها في الفترة الأخيرة كانت بتتكلم على فيليب كتير جدا، وكانت بتقول لهم ان العميل ده عنده عربية مرسيدس عجبها جدا، وانها عاوزة تاخد العربية دي منه بأي طريقة حتى لو هتضطر انها تقتله. وبكده المحققين بقوا متأكدين بنسبة كبيرة جدا انها هي اللي عملت كده في فيليب، بس لسه محتاجين ادلة ضدها، لان كل الادلة اللي معاهم تعتبر ادلة ظرفية، مفيش دليل جنائي حقيقي يدينها. لحد ما المحققين وصلوا لصديقة ليها كانت عايشة معاها في اوضة مأجرينها وبيقسموا الايجار بالنص بينهم. صديقتها دي قالت للمحققين ان يوم 5 مارس اللي هو قبل ساعات قليلة من وفاة فيليب، ميشيل اخدتها معاها وراحوا على بيت فيليب، ولكن هما في الطريق دخلت محل اشترت سم فران وسألت الموظف هل السم ده ممكن يقتل بني ادم، فقال لها اه، دفعت ثمنه واخدته ومشيت وكملوا طريقهم هما الاتنين لبيت فيليب، وده يعتبر دليل تاني ضدها وبيأكد انها كانت ناوية تسمم فيليب. المهم انهم في الاخر وصلوا لبيت فيليب، وصديقتها دي مشيت على طول يعني وصلتها ومشيت، وفضلت ميشيل لوحدها مع فيليب، ودي كانت اخر مرة اتشاف فيها فيليب على قيد الحياة. بعد اسبوعين من الجريمة المحققين قدروا يطلعوا امر بالقبض على ميشيل، ولكن المشكلة اصلا انهم مش عارفين مكانها، واضح كده انها هربانة من يوم الجريمة وما كانتش موجودة كمان في المكان اللي هي عايشة فيه، دي لمت كل حاجاتها ومشيت من غير حتى ما تدفع الإيجار. المحققين اتواصلوا مع مكتب التحقيق الفيدرالي وطلبوا منهم المساعدة في البحث عن ميشيل، وفي الوقت ده كانت انتشرت أخبار الجريمة في كل وسائل الإعلام بسبب الوحشية اللي فيها، وإن منفذ الجريمة بنت عندها 19 سنة بس. المحققين عرفوا إن ميشيل مستأجرة وحدة تخزين حاطة فيها كل متعلقاتها، فراحوا وحدة التخزين دي علشان يفتشوها جايز يلاقوا فيها أي دليل ضدها، ولكن ما لقوش فيها أي حاجة مهمة. لكن اللي لفت نظر المحققين إن كان في بين المتعلقات بتاعتها ملصقات وصور وحاجات كتير قوي ليها علاقة بالخفافيش، واضح إنها كانت متيمة بالخفافيش. المحققين عرفوا كمان إنها عاملة وشم خفاش على دراعها ووشم عضة مصاص دماء على رقبتها، وكانت المفاجأة لما عرفوا عنها إنها قايلة للناس إنها شيطانية بتعبد الشيطان، وانها دايما لما بتحتار بتلجأ للشيطان وهو بيقول لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. فالمحققين اطلقوا عليها اسم بات جيرل، زي كده باتمان، علشان الاسم ده يكون يعني سهل ومختلف ومميز كده فينتشر بسهولة في كل وسائل الاعلام والناس تعرف مواصفاتها، جايز حد يساعدهم في البحث عنها او في القبض عليها. وفعلا بدأت كل الصحف ووسائل الاعلام يسموها بات جيرل، وده ساهم اكتر في انتشار اخبار القضية، وفعلا الشرطة وصلتها اتصالات كتير من اشخاص مختلفين من ولايات مختلفة بيقولوا ان هم شافوها، وده معناه انها بتهرب وبتتنقل من ولاية لولاية ومن مكان لمكان علشان ما يتقبضش عليها. المحققين كمان هيعرفوا انها عملت وشم فوق وشم الخفاش اللي كان على دراعها علشان تخفيه ومحدش يتعرف عليها بعد ما اخبار القضية انتشرت والمواصفات بتاعتها والخفافيش والحاجات دي. اما الوشم بتاع مصاص الدماء اللي كان على رقبتها
فكانت بتخبيه بشعرها. حتى فنان الوشم اللي عمل لها الوشم اللي غطت بيه على وشم الخفاش اتصل بالشرطة وقال لهم انها عملت كده. ومع كل الاتصالات والمعلومات اللي كانت بتجيلهم عنها دي، الا انهم برضو ما قدروش يقبضوا عليها بسبب تحركاتها السريعة واسمائها المزيفة اللي كانت بتستخدمها في كل مرة، لحد يوم 7 مايو 1991، يعني بعد حوالي شهرين تقريبا، تم القبض على ميشيل في ولاية ميسيسيبي. كانت مأجرة كونتينر او حاوية تخزين كبيرة وماشية بيها هي وصديقة ليها على الطريق، ولكن باب الحاوية اتفتح وحصلت فيه مشكلة وما كانش راضي يقفل، فركنوا الحاوية على جنب علشان يشوفوا مشكلة الباب دي ويصلحوه الأول. وفي الوقت ده كان في دورية شرطة معدية، فشافوهم وهم واقفين على جنب الطريق، فيعني شكلهم ما ريحهمش، فراحوا يسألوهم ايه اللي موقفكوا هنا. واحد من الضباط دول لمح عربية مرسيدس موجودة جوه الحاوية، بما ان باب الحاوية اصلا كان فيه مشكلة ومش راضي يقفل. طلب منهم بطاقات الهوية بتاعتهم، ولكن ميشيل قالت له انها مش معاها بطاقة هوية، فقال لهم انزلوا لي بقى. بدأ الضابط يسألهم عن العربية المرسيدس اللي معاهم دي وبيعملوا فيها ايه، فميشيل قالت له ان دي عربيتها وانها بتنقلها لولاية فلوريدا. الضابط لاحظ ان لوحة ترخيص العربية مش موجودة عليها، فشك فيهم اكتر، فاخد رقم التعريف بتاع العربية من عليها ودخله على السيستم. رقم التعريف ده على حسب ما عرفت بيكون رقم لكل عربية مختلف عن الارقام التانية، بيبقى مكتوب على العربية ومكون من 17 رقم وحرف. الرقم ده يعني عامل زي الرقم القومي للإنسان كده. المهم إن الضابط لما دخل الرقم على السيستم عرف إن دي عربية فيليب إنهوفر، فشك إن دي ممكن تكون ميشيل المطلوبة، رغم إن لون العربية كان فضي مش أحمر. فاتضح إن ميشيل غيرت لون العربية علشان محدش يتعرف عليها، وكمان شالت لوحة الترخيص بتاعتها. الضابط أول ما شك فيها قبض عليها على طول وأخدها للحجز هي وصديقتها، واتصل بالمحققين المسؤولين عن القضية وبلغهم بالخبر. ولما بدأ التحقيق معاها رفضت تطلب محامي، ولما سألوها أنت ميشيل كاميسكي اللي هي جيت كابيدنج ولا لأ، في الأول قالت لهم إنها مش عارفة هي مين، ولكن بعد كده اعترفت ان هي نفس الشخص. بعد كده المحقق سألها سؤال خبط لزق كده، قال لها قتلت فيليب؟ فبدأت تبكي وتقول له انا جرحته بس. وشوية شوية بدأت تحكي للمحققين اللي حصل، قالت لهم انها تعرفت على فيليب وحبها، وبدأوا بقى يتقابلوا ويجيب لها هدايا، واستمرت علاقتهم تقريبا حوالي 4 شهور قبل وفاته. وقالت ان يوم الوفاة صديقتها وصلتها لبيت فيليب، وبعد كده خرجت هي وفيليب يتسوقوا واشترى لها هدايا، وبعد كده رجعوا على البيت تاني. ولما رجعوا البيت فيليب دخل يستحمى، واثناء ما هو بيستحمى هي بدأت تتعاطى مخدرات، وبعد ما تعاطت بدأت تجيلها هلاوس كده خلتها تدخل الحمام على فيليب وتشوفه على هيئة شيطان ووحش مش بني آدم، وفي تعابين طلع من رقبته. وفي الوقت ده اتكلمت مع الشيطان، قالت له اعمل ايه، فقال لها خلصي عليه، خلصي على الوحش ده. فعملت اللي قال لها عليه الشيطان، ولكن وهي بتحكي للمحققين برضو بتستخدم لفظ جرحته، مش طعنته ولا خلصت عليه، ولفظ جرحته ده لا يتماشى اطلاقا مع عدد الطعنات والجروح اللي في جسمه اللي كان متعرض لها. ولما سألوها ليه سرقت العربية المرسيدس، قالت لهم ان الشيطان اللي قال لها تعمل كده. ولما سألوها ليه غيرت لون العربية، قالت برضو ان الشيطان هو اللي قال لها تعمل كده. لا بقى يعني ده احنا نجيب الشيطان بقى نقعده ونحاسبه، يعني معقول انت ما عملتيش اي حاجة من دماغك خالص؟ من الاخر كده يعني عاوزة توصل للمحققين انها مش في وعيها، وانها مش مسؤولة عن اللي بتعمله، وانها بتهلوس وبتخرف والشيطان بيتحكم فيها. لكن طبعا محدش صدقها، وكانوا عارفين انها كانت في وعيها ووعية كويس جدا للي بتعمله وقت الجريمة، بدليل انها حاولت تنظف مسرح الجريمة، وغالبا اصلا هي كانت رايحة البيت بنية انها تخلص عليه، بدليل انها وقفت في الطريق واشترت سم فران. والدليل التاني كمان انها لما عملت حادثة قالت للراجل انها رايحة تجيب العربية المرسيدس بتاعتها اللي هي اصلا بتاعت فيليب. فواضح يعني ان الجريمة مع سبق الاصرار بهدف سرقة العربية. لا وكمان كانت قايلة لزمايلها انها عاوزة تاخد منه العربية باي طريقة
حتى لو اضطرت انها تخلص عليه. وده بالفعل اللي حصل. تم اتهام ميشيل بجريمة قتل فيليب من الدرجة الاولى. واثناء انتظار المحاكمة بتاعتها المحققين برضو كانوا لسه بيحاولوا يجمعوا ادلة ضدها. فلما بحثوا كويس في حاوية التخزين اللي هي كانت سايقاها وحاطة فيها العربية المرسيدس لقوا مضرب بيسبول عليه بقع دم. لما خدوه وحللوا بقع الدم اللي عليه دي اتضح انها دم فيليب. ورغم انها في التحقيقات كانت معترفة بالجريمة الا انها في المحكمة قالت انها بريئة وملهاش اي علاقة بالموضوع. وفريق الدفاع بتاعها عرض على هيئة المحلفين انهم يسقطوا من عليها حكم الاعدام مقابل انها تعترف بالذنب. وفعلا عملوا معاها صفقة اقرار بالذنب وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 26 سنة. ودي عقوبة قليلة جدا مقارنة مع اللي هي عملته. عائلة فيليب اتضايقوا جدا جدا من الحكم ده لانها سنها لسه صغير ولما تخرج من السجن هيكون برضو سنها لسه صغير وهتقدر تعيش حياتها. فدلوقتي 26 سنة دول عدوا وعد اصلا اكتر من 30 سنة. فين بقى ميشيل دلوقتي؟ ميشيل فعلا خرجت من السجن في يناير 2020 بعد ما قضت حوالي 29 سنة في السجن وعمرها دلوقتي حوالي 49 أو 50 سنة. وطبعا هتعيش حياتها بقى والله أعلم هتعمل جرائم تانية ولا لأ. فبس كده بنكون بقى وصلنا لنهاية القضية بتاعتنا. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وما تنسوش طبعا تعملوا اللايك للفيديو. خلينا بقى نوصله لعشرين ألف لايك وشير. ولو انت بتشوفني لأول مرة اشترك وفعل زر الإشعارات على خيار الكل علشان توصلك مني كل الفيديوهات الجديدة. وخلوا صندوق الحواديت يتملي وبعدين نتقابل.